بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في هذه الندوة اليوم نتناول الموضوع الذي يجري النقاش العام حوله، وهو موضوع تعديل القانون الجنائي فيما يخص الإجهاض. واحنا موقفي الشخصي وموقفنا في الحركة هو أننا ليس عندنا أي مانع من أن تتم هذه المراجعة والتعديلات الضرورية إذا كان ذلك في حدود الشريعة الإسلامية، وأن يشارك في ذلك العلماء وأهل الخبرة والأطباء. فهذا هو موقفنا إجمالا، وليس عندنا مانع من أي اجتهادات يتوصل إليها أهل الخبرة والعلم والاختصاص في هذا الموضوع. كما قلت دائما، نحن نتمسك بمعالجة جميع قضايانا في إطار الشريعة ومقاصدها، وفيها الكفاية، فيها من الحلول وفيها من المرونة وفيها من الرحمة ومن المصلحة، ما يضمن كل ما نريد تحقيقه من عدل ومصلحة. نحن فقط نستنكر ونرفض اللجوء إلى بعض الأساليب الغوغائية. هناك أرقام مخترعة، وهناك استنجاد بالخارج إلى درجة كما تعلمون استقدام سفينة أجنبية للقيام بالإجهاض المجاني للمغربيات. هذه الأساليب الغوغائية والتحريض على خرق القانون حتى قبل أن يتم تعديله، هذه الأساليب طبعا مرفوضة. وأما اللجوء إلى الاختصاص والمؤسسات والتشاور، فأيا كان الاجتهادات أيا كانت الاجتهادات التي تسفر عنها هذه المشاورات، نحن نقدرها ونقبل بها بصفة عامة.